مركز ثاني 29 نقطة، مركز ثالث اتحاد تطاوين 18 نقطة، مركز رابع نادي الصفاقسي ب 16 نقطة، مركز خامس الملعب التونسي براسي 16 نقطة كيف كيف. بالنسبة نادي الدير بنزرتي أيضا ملحمة ممسوسة براسي 14 نقطة، ومركز الأخير هلال الشابة يغادر الرابطة المحترفة الأولى نقول مؤقتا في انتظار ربما برشا من التصريحات ولا كواليس قاعدين نسمعوا فيها في الأيام الأخيرة من إدارة فريق الهلال الرياضي الشابي في انتظار كما قلنا الأيام القليلة القادمة قبل ما نمشيو للبول الثانية. عمر خليو كزميلنا قدور معنا في المباشر بتبيع التصريحات والأولوية لزملائنا في مختلف الملاعب في المجموعة الثانية. الأولمبي لبيجي نازم قدام نادي إفريقي 3-2، دوبلي وسام بوغيرا الأولمبي وهدف آدم قرب أحمد خليل وإسكندر العبيدي من ضربة جزاء للنادي الإفريقي. مستقبل رجيش نازم قدام الاتحاد المنستيري 2-2، هدف إدريس المحيرسي وبسام اللدالي 2-2 بين اتحاد بنغردان، مستقبل سليمان محمد ناصر حامد ومحمد الجويني للاتحاد وهدف دوبلي برنار باباكار لمستقبل سليمان. سينون أولمبيك سيدي بوزيد نازم قدم نجم المتلوي 4-3 كما قال قبيلة سي محمد بن حسانة كأنه في البريمير ليج. دونك رأينا للسعيدي علي إبراهيمي وحلمي العزيزي للأولمبيك وهدف نجم المتلوي سجلها حازم المستوري، باسم الحاجي، رياض الفريوي ومع تشانس هذا المنتدب الجديد في مركات الشوت في نجم المتلوي 20 سنة واللي قاعد يسجل تقريبا في كل جولة. بالنسبة للمجموعة الثانية الاتحاد المنستيري اتحاد بن قردان الأولمبي البيجي والنادي الإفريقي يمشيوا من حالة البلاي أوف 29-27 24 نقطة لكل أولمبي البيجي والنادي الإفريقي. مرحلة البلاي أوت فيها نجم المتلوي 19 نقطة، مستقبل سليمان ب 17 نقطة، والأولمبيك سيدي بوزيد 9 نقاط، ومركز الأخير لمستقبل الرجيش براسيت 6 نقاط ويغادر الرابطة المحترفة الأولى. إن شاء الله عودة سريعة إلى الرابطة المحترفة الأولى بالنسبة لمستقبل الرجيش والهلال الرياضي الشابي. دونك هذه بطبيعة أعطيناكم شكون النتائج للترتيب شكون مشاو مرحلة البلاي أوف ومرحلة البلاي أوت. باش نبدا مع شوية باش نحكيو بطبيعة الأولاد على مرحلة البلاي أوف، مرحلة البلاي أوت بعد بطولة صعبة باش نعرفوا نوع آخر مقابلة أخرى رهان آخر. نبدا بيك كمهاجم سابق ياسين بوشعالة تعيك التبسيمة تاع المهاجمين السابقين 27 بونتو في 8 مقابلات بمعدل تهديفي مانيش فالح برشا في الكالكول لكن الكوتش بحذينا في الحسابات بارك الله عليه بمعدل قداش نقولوا احنا المعدل التهديفي في الجولة هذه 27 بونتو في 8 مقابلات دونك بريسك 3 فأكثر 3.5 من النسبة تقريبا به. ياسين 27 بونتو صديقي في 8 مقابلات كيفاش نجمو نحكيو على المعطى هذا؟ معطى جديد بون سي تافي نورمال هذا فما عنده تبرير معروف انه فما شويه تحرر للمهاجمين الضغط المسلط المكبل الملاعبيه في تيله رديات الشامبيون. نعرفوا احنا حاتم نظام البطوله السنه وكيما عمناول يعني نظام بصراحه هذا نظام المجموعتين يعقد نوعا ما يعكر ما يخليش برشا مقابلات طيلة الموسم يعني كل مقابلة هي مقابلة كأس بالنسبة لكل فريق يعني الفريقين الاثنين دونك يخلي فما ضغط كبير يخلي فما تشنج كبير انحصار اللعب في وسط ميدان دونك بتاتر اليوم جولة ختامية جولة برشا فرق مطالبة بالنتيجة برشا فرق لازمها تلعب الهجوم كذلك فما مقابلات أخرى ما فماش انجو كبير كما مقابلات يعني اللي ما فماش رهان كبير معروف شكون الفريق اللي يتعدل البلاي اوف معروف شكون الفريق اللي باش يلعب البلاي اوت دونك خلى شويه اللعب متحرر خلى شويه اللاعبي وسط الميدان والهجوم يفجروا طاقاتهم ويحاولوا انهم يلعبوا مرتاحين اكثر بدون ضغط نتيجه دونك سي نورمال. تحب ولا تكره زاد راهو فما ملاحظه زاد هامه وهامه للغايه انه النسق نتاع المباريات تيلا 3-4 كل 3-4 ايامات فما مقابله سي توتافي نورمال فما من ناحيه نوعا ما فما شويه تعب بدني العدة لاعبين يخلي هنا فما تداول اللاعبين يعني تلقى مثلا تخلي كل مدرب في كل فريق يعمل يدور الافكتيف نتاعو زاد كيف كيف فما ملاعبين اللي تلعب كل 3 ايام وكل 4 ايام مقابله دونك يخلي فما نسق يخلي ليكزيكسيون ولا تطبيق الافكار نتاع المدربين باكثر سلاسه واكثر وضوح ويخلي هنا العمليه تكمل والشبكه تهتز في عده مقابلات. الحاجه هي باهيه لكن او ميم طون زاد مش باهية برشا يعني كي تشوف انت في معدل 3 مباريات
في كل مقابله فمعدل 3 اهداف. دونك هنا يقول لك زاد كيف كيف المدافعين شنو قاعدين يعملوا يعني، فما ان كيستيون كي سوبوز علاش المدافعين ولا حراس المرمى قاعدين يقبلوا في الاهداف هذه. دونك نتصور انا هي حاجه باهي اون كونتر بارتي زاد تحضرنا كوم الفول مرحله البلاي اوف بالنسبه للفرق اللي ترشحت ولي نبركولها بالمناسبه هذه صعودا للبلاي اوف ولعب على البطوله وكذا كيف كيف زاد الفرق اللي باش تلعب على البلاي اوت باش تكون مطالبه انها تحسن من جاهزيتها، تحسن من افكارها، تحسن من 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 خططها التكتيكيه، منها انها تحاول تقاوم وتستحق مكان الموسم المقبل في الرابطه المحترف الاولى. وبالنسبه لزوز فرق اللي نزلوا نتمنى لهم ان شاء الله عوده سريعه للرابطه المحترفه الاولى ان شاء الله. بالنسبه لهلال الشابه ومستقبل رياضي برجيش بعد شوي نحكي ورا التحكيم كيفاش كانت الجوله، تفاصيل مع محمد بن حسنه. ليكيب سي محمد، جولات تقريبا في المواسم الماضية كل جورنية الأخرى نشاهدوا فيها يعني بعض الأحداث، اتهامات ديما بالتلاعب بالميثاق الرياضي، أجواء مشحونة، أجواء مشحونة، استادات حجر عرك ضرب. اليوم والحمد لله مع نزول الغيث، الغيث الكل نافع والغيث النافع والمطر والحمد لله جاب تقريبا على أقرب على كل ولايات الجمهورية وأغلبها، اليوم أيضا شاهدنا جولات تحكيمية. صحيح حاتم، ونشوفوا احنا كل مره تتعدى جوله هادئه تحكيميا نشوفوا دي زانديس باهين. شو ما لي زانديس الباهين هو الاهداف، وكيف تلقى جوله كلها مشاحنات واللعب واقف والطايح حسب انه الواقف تلقى 6 أهداف 5 أهداف في دو بول. دونك راهو التحكيم عنده دور كبير، هذه نقطه ايجابيه. لكن انا اللي بكل صراحه جو لو فوا مال الحكام الاجانب. بربي اليوم عزز مقابلات الترجي وحبيب الشباب وسيسس اهم مقابله. باهي شوف انا مقولات وتاويلات وغيره، خاطر الرهان كبير في لونجو كبير في المقابله لونجو ينجم خويا زفر لك المقابله. ممتاز كلامك يكون لوجيك برشا ويكون واقعي برشا خويا حاتم. لو كان احنا في التعيينات شنو نعملوا؟ التعيينات الاداره الوطنيه للتحكيم شنو تعمل؟ الجامعه شنو تعمل؟ خويا حاتم اعطيني اهم مقابله في في لي دو بول. يونس حمام سوسه. خلينا فرق زاد تجم الطالب. خلينا مباراه لكن طالبه الشابه. الشابه طالبه وما وقعش الاستجابه. انت حكيت سي محمد على الوليد الجريدي به قبل نرجع لك بعد شويه، خليكم برونشين نحكيو. هي نسخه مغايره تماما المباراه تفارت يعني في وجدان كيف قلب. الحمد لله نقولوا ان النجم في اللغه ديما يلقى ولاده ملاعبين كل معناها تلموا. شكر كبير للناس كل لانه كما قلت لك معناها بصراحه في الشارع في عائلتي في اصحابي، لانه تعرف انه كما قلت لك معناها كي تبدا والجمعيه ديما الضغط اكثر بوسيون دلابال، لكن ما عندهمش حتى فرصه يعني ما جاتهم حتى فرصه لانه تكتيكمون في الجولات لك علاش مشينا في التوجه نتاع 3 لاعبين في محور الدفاع بليس موسى اللي كان كون جاك بيسان على جزء تكون تكون ما لقاهمش في الشوط الاول الشوط وزيد السيناريو كان باهي بصراحه، هدف جاء في وقته خلى شويه شك في ملاعبيتنا، شفنا عدينا 20 مينوت صعيبه برشا وقت اللي سيتو كيما قلت الكره كانت عند ما ونتوقع ان شاء الله نقول انه على الالقاب مهما كانت الظروف دونك هيك على الامور كيما قلت لك يعني على الاخر يعني كان بنفسها الناس كل وقت جاونا لعبيتنا الكل دونك قلت لك انه موجودين في البلاي اوف ان شاء الله. هذا انيس بدر القاصري مدرب الهلال الرياضي للشبيبه.